مفيش شك انه من اصعب المراحل اللي بتمر على الانسان المراحل العمريه هي مرحله الشيخوخه، مرحله طبعا بيكون فيها تقدم في العمر، بيصاحبها بعض الاعراض ممكن النفسيه ممكن البدنيه والصحيه، واحنا عارفين طبعا امراض الشيخوخه بتكون عامله ازاي وازاي بتاثر على كبار السن، فبالتالي هنا لازم نفكر في طريقه للتعامل مع كبار السن، نفكر في طريقه في احتواء عصبيتهم الناتجه عن زي ما قلت لحضراتكم بعض الاعراض النفسيه والبدنيه. طيب في تعريف كبار السن مين هم؟ هو الشخص الكهل اللي تقدم بيه العمر وتجاوز ال 65 سنه مع بعض طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده ايه مجموعه من الاعراض النفسيه والبدنيه، مبقاش القدره برضو على الحركه زي ما كانت قبل كده، الكلام، مساله التركيز في كل التفاصيل، السمع، البصر، الحاجات دي بتضعف مع مرور الوقت ومع تقدم العمر، ودي حاجه طبعا بديهيه ومعروفه، فبيحتاجوا مننا معامله خاصه، يعني ما ينفعش نكون بنتعامل مع كبار السن زي ما بنتعامل مع الناس اللي في سننا. في بقى خبراء علم النفس بيقولوا ان في مجموعه من القواعد لازم نتبعها واحنا بنتعامل معاهم، ما ينفعش الموضوع يمشي كده بالبركه، لا لازم فعلا يكون عندنا خطه ماشيين عليها واحنا بنتعامل مع كبار السن. اول حاجه انا برفض فكره ان احنا نتعامل مع كبار السن على انهم اطفال، الكلمه دي انا فعلا بتضايقني جدا لما حد يقول ايه عامله على قد عقله، عامله زي الطفل، الكلام ده يعني مش كلام مظبوط وكلام خطأ بالمرة، وما يصحش ان احنا نقول على حد من كبار السن على انه طفل، لانه ممكن نقول ان احنا نتعامل مع كبار السن عندهم ضغوطات او يمكن ما بقوش في كامل تركيزهم فهنا اتعامل معاه، لكن في فرق ما بين كبار السن وما بين الاطفال، الطفل غير مدرك، الطفل ما عندوش خبرة، الطفل ما عندوش فهم كافي لكل الامور، اما كبار السن فهو نتيجة مثلا انه ما بقاش يسمع زي الاول فبقى بيتعصب شويه، ما بقاش في كامل تركيزه فبقى يتعصب شويه، ده مش معناه ان انا عامله كطفل، بالعكس ده معناه ان في طريقه لاحتواء عصبيتهم وللتعامل معاهم، لازم نخليهم يعني محور اهتمام القعده اللي احنا قاعدين فيها، يعني لو في تجمع عائلي مثلا وفي حد من كبار السن يقعد على راس السفره زي ما احنا متعودين، يقعد في المنتصف ويكون هو محور الحديث، ما ينفعش احنا كلنا نكون بنتكلم وماسكين الموبايلات وسايبينه هو قاعد. ما ينفعش اتأفف وهو بيتكلم معايا، يعني مثلا هو ممكن يكون عايز يعبر عن حاجه او عايز يطلب حاجه وزهق فمش قادر يتكلم، فاقول له ايه بتقول ايه مره واتنين بطريقه تبين ان انا مش فاهم هو بيقول ايه، فهو يحس ان هو فعلا في حاجه هو بيعملها مش مظبوطه فيبتدي يتضايق اكتر. فهنا انا ما ينفعش اتأفف وانا بتكلم معاه، ما ينفعش اتضايق، ما ينفعش استخدم قدامه مصطلحات يمكن بنستخدمها اليومين دول وهو قاعد مش فاهمها، فهو هيحس في الوقت ده ان هو في عزله، ان هو مش موجود معانا. لازم نخليه زي ما قلنا كده ايه محور اهتمامنا، لازم نهتم بيه بطريقه كافيه، لازم نعرض احنا مساعدتنا بالمناسبه، مش لازم هو يطلب هو عايز ايه، لازم احنا نعرض باستمرار، لما يجي يحكي لك عن موقف وعقبات هو مر بيها في حياته لازم تسمعه. وبالمناسبه لو الحكايه دي اتقالت مره واثنين وثلاثه وعشره تفضل تسمع القصه بتاعته وتبين له قد ايه هو عمل حاجه مهمه جدا بانه تجاوز هذه العقبه وانه عمل حاجه كبيره مش حاجه هينه، وبلاش برضو نتضايق ان القصه بتتحكي مره واثنين وثلاثه لان احنا في يوم من الايام هنوصل لنفس السن ده، وبالمناسبه الطريقه اللي بنعامل بيها كبار السن هي نفسها الطريقه اللي اولادنا هيعاملونا بيها. لما هو يشوفني وانا بعامل والدي الكبير في السن او بعامل جدي بطريقه ومتضايق ودايما مستعجل مش بتكلم معاه، هو شايف ومتابع لان هو بيتعلم مني، فهو لما يكبر هيعمل معايا نفس اللي انا عملته بالظبط مع والدي او مع جدي. لو في مناسبات اجتماعيه عندك لازم تعزمه، حتى لو انت متاكد تماما انه مش هيقدر يجي او ظروفه مش هتسمح او ما بيقدرش يتحرك، لازم تعزمه، لازم تبين له انت قد ايه مهتم بيه، لازم تقدم له كل اشكال الدعم اللي ممكن يحتاجها، تقعد تتكلم معاه باستمرار، تبص له وانت بتكلمه، ما تعملش حاجه وانت مستعجل وانت قاعد معاه. ففي حاجات كتير الحقيقه فايتانا واحنا بنتعامل مع كبار السن لازم نركز فيها، ليه؟ لان زي ما قلنا كده وزي ما دايما بنقول دول بركه البيت. كبار السن دول بركه البيت، حاجه كده بركه، ما بنحسش بقيمتهم غير بعد ما بيتوفاهم الله. بنحس بقيمتهم في هذا التوقيت، بنحس ان احنا فعلا فقدنا حاجه مهمه وفقدنا جزء من البركه. سؤال حلقتنا بيقول ازاي نتعامل مع كبار السن وايه افضل الطرق لاحتواء عصبيتهم؟ بكل تاكيد ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا
على الفيسبوك. وبالمناسبة هيكون معانا فقرة مهمة جدا، عشان من كام يوم كده أحد السادة المتابعين بعت لنا وقال أنا عايز أفهم بس لازمته إيه سؤال الحلقة. سؤال الحلقة أعتقد أنه مهم. ليه مهم؟ لأن إحنا النهاردة هيكون معانا أحد السادة المختصين في هذا المجال يقول إزاي نتعامل مع كبار السن. كل يوم بيكون عندنا سؤال حلقة مختلف بنستفيد بيه من تجارب بعض، وفي نفس الوقت بيكون عندنا الخبراء والمختصين بنعمل فقرة عن سؤال الحلقة، حد من الخبراء والمختصين بيرد على هذا السؤال بطريقة علمية. هيكون معنا فقرة النهاردة مع الدكتورة شيماء الأسد استشاري الصحة النفسية، هتجاوبنا على سؤال الحلقة وتقول لنا كمان إزاي إحنا نتعامل مع كبار السن. على كل إن إحنا منتظرين إجابات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين تفاعلاتكم، طبعا هنستعرضها خلال حلقة النهاردة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.